ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي. زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة أول ثلاث نقاط في طريق العودة مرة أخرى لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما كان منتخبنا الوطني في آخر أولمبياد 2012 في لندن. النهاردة أول ثلاث نقاط في طريق العودة مرة أخرى للتواجد في الأولمبياد. إن شاء الله تبقى البداية جيدة زي ما كلنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل بداية اللقاء. إن شاء الله هذه المباراة قد تكون الباب الذي يفتح العودة مرة أخرى إلى أو الثلاث نقاط التي تفتح العودة مرة أخرى إلى أولمبياد طوكيو 2020. كل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني إن شاء الله الأولمبي خلال المباراتين القادمتين بالفوز بست نقاط، علشان بقى نصعد إن شاء الله إلى الأولمبياد. طبعا لسه في بعد كده أدوار أخرى، ولكن الآن النادي المنتخب الوطني حقق ما هو مطلوب منه. كابتن فتحي مبروك، كابتن بلال مبروك، كابتن أسامة مبروك. يعني ثلاث نقاط هامة جدا، بعيدا عن الأداء وبعيدا عن كل شيء، ولكن الثلاث نقاط هامة جدا يا كابتن فتحي. أكيد، يعني ثلاث نقاط يعني بتخليك أنت متصدر عن الثلاث الفرق اللي لسه معاك. لسه عندنا مالي، كاميرون، كاميرون، عندنا غانا هيلعبوا لسه معاهم، هيلعبوا بعض الماتش اللي جاي. إلى حد ما يعني حتى لو هم تعادلوا إذا أنت ممكن تتصدر بثلاث نقاط، ده مهم أيوة. جدا، لكن ما كناش نتوقع أداء يعني هنقول إيه أحسن من كده في السن ده. السن ده قريبين قوي اللعيبة من بعضها، وبالتالي ما تقدرش اللاعب ما يقدرش يديك كل اللي أنت تتخيله منه. يعني غير اللاعب لما يكون لاعب كبير، لاعب على مستوى، لاعب بكده هيكون في ثبات عنده في أدائه. واحنا يعني نسال لما كان بلال ولا كان اسامه كانوا صغيرين، في اوقات ممكن مستواه مدرب طالب منه حاجه عاليه جدا، بتيجي في المباراه بتلاقي شكل تاني. المباراه لها شكل، الشكل ده اللي فرضه افتتاح البطوله، تاثير النفسي للمباراه السابقه، المنتخب الاول عمل ايه. لكن لازال المنتخب، احنا بنقول الجماعيه هي اساس سر النجاح. الحمد لله ان ربنا كسبنا هذه المباراه، بالتالي لازم نفكر في اللي جاي، واللي جاي مش هيكون اسهل من اللي راح، هيكون اصعب، وبالتالي لابد ان احنا يكون في فكرنا وفي ادائنا وفي تركيزنا المباراه اللي جايه يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. اعداد الفرقه يا كابتن اسلام في هذا السن، السن المتقلب، السن اللي هو ما فيهوش الثبات، لأن مجموعة لعيبة من أندية مختلفة، الطموحات مختلفة، الفكر مختلف، فأكيد أول ماتش الضغوط عليهم عالية. مش ضغوط إيه، هم ما تحملوهاش لأنهم ما تحطوش في هذه الضغوط قبل كده. وأشك أن اللعيبة دي كلها لعبت قدام هذه الجماهير، باستثناء مثلا لعبة الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، الأندية التانية ما لعبوش قدام الكم العادي من الجمهور، ده برضو كان له دور فيهم. لكن انا اتوقع ان لابد ان يكون في صوره احسن من في المباراتين القادمتين، سواء في الهجوم او في الدفاع. تمام. قبل بس ما اروح لكابتن بلال، عايز اقول لحضراتكم ان تم اختيار مصطفى محمد كرجل لهذه المباراه، او كافضل لاعب في هذه المباراه. يعني اعتقد ان هو قام بما هو مطلوب منه، هو احراز الهدف الحقيقه. بعد كده بقى هنتكلم فنيا اكتر في هذه النقاط، ولكن مصطفى محمد هو افضل لاعب في هذه المباراه. كابتن بلال، ما اعرفش هل الثلاث نقاط اهم ولا الاداء في مثل هذه المواقف؟ والله واضح النهارده في مجاملات كتير، حتى كابتن فتحي بيجامل المنتخب شويتين ثلاثه، ولجنه الاختيار بتجامل برضه مصطفى محمد. لا لا، ده ما عجبنيش على الاطلاق يعني. وبص، انا ضد فكره النتيجه اهم من الاداء، دايما الاداء هو اللي بيجيب النتيجه. النهارده انت وفقت يا كابتن بانك تحرز هدف وتطلع كسبان بدون اداء، المباراه اللي جايه مش هتحصل كده، استحاله، في كره القدم اتعودنا على كده، دايما اللي بيأدي بشكل كويس، دايما اللي بيأدي بشكل جيد هو ده اللي بيكسب دايما يا اسلام. انما في بعض الاوقات الكوره ما بتديش اللي بيلعب كويس، النهارده مالي افضل منك في كل حاجه، في كل شيء في المباراه. خلينا نتكلم يعني عشان ما احنا عندنا مصداقيه في الكلام. النتيجه كويسه، بدايه موفقه نتيجه. انت عندك هدف انك عايز تصعد، لكن الهدف مش هيتحقق بالطريقه دي. الهدف عشان يتحقق لازم تأدي كره كويسه، لازم روحك في الملعب تبقى عاليه. احنا اختلفنا كتير جدا، او اتكلمنا كتير قوي قبل الماتش على طريقه اللعب، 3 4 3 4 3 2 1، كنا بنتكلم على طرق اللعب. النهارده احنا مش شايفين طريقه لعب في الملعب،
انا حقيقه مش شايف طريقتنا في الملعب. النهارده بتلعب ب 3 4 3 الاثنين الباكين بتوعك، الشوط الثاني مفيش واحد عدى نص ملعب. تلعب منتخب مصر بيلعب في ملعبه في استاد القاهره كسبان 1-0، كل الضغوطات اتشالت من عليه. الشوط الثاني كريم العراقي، احمد فتوح، ما شفناش حد فيهم قعد نص ملعب اسلام. طب كنا بنقول ضغوطات في بدايه المباراه، خلاص سجلت هدف، اول ثلث ساعه واول ربع ساعه كل واحد بيبقى عنده مشاكل وعنده ضغوط نفسيه والجمهور حاضر وبقى متوتر بقى متوتر. المفترض ان كل ده بعد ثلث ساعه بيتشال من على ظهرك خلاص، والمدير الفني خلاص بيدي تعليماته للعيبه، واللعيبه خلاص بعد ما سجلت الهدف بتبقى في حاله افضل من كده بكتير. لكن كون ان احنا نشوف منتخب مصر من الدقيقه 20 من بعد تسجيل الهدف لحد الدقيقه 92 ولا 93 بيلعب في نص ملعب بتاعه، كل الكرات اللي اتلعبت النهارده كلها كرات طويله وبتلعب على حد بتشعلق بلغه الكوره، يعني انت بتعلق الكوره فوق ومنتظر حد يلعب بدماغه وتعمل هجمه مرتده. لا قدرت تعمل هجمه مرتده سريعه بشكل جيد، ما قدرتش تعمل الاستحواذ اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو اصلا انت بتعمل الطريقه دي عشان الغرض منه انك تستحوذ على المباراه بشكل جيد، يعني حطيت اربعه في نص ملعب واثنين قدامهم وفاروق قدامه عشان تقدر تستحوذ تمتلك المباراه بشكل كبير، ما قدرتش تعمل كل ده النهارده في المباراه. طيب طريقه اللعب واتكلمنا عليها وقلنا يعني هل من المفترض انك انت كمدير فني للمنتخب انك تلعب بطريقه مختلفه هتقدر تحفظ اللعيبه الطريقه؟ اللي حصل قدامنا وشفناه ما قدرتش احفظ اللعيبه الطريقه. واضح جدا ان اللعيبه بعاد تماما عن طريقه اللعب. النهارده احنا بنلعب 5-3-2 او 5-2-3، يعني طريقه مختلفه تماما اسلام. طريقه احنا النهارده 2 ميد فيلدر وخمسه، لا مش اربعه زي ما كنا بنتكلم، ومش ثلاثه في خط الدفاع، انت ثلاثه والاثنين فاتحين شويه على اطراف الملعب. كل لعيبه منتخب مصر بتلعب في نص ملعبها، ما شفناش الوانتو، مش شفناش دبل باص. ولكن ما هو المطلوب، انا مطلوب مني ان انا كمدير فني، خلينا لو هتكلم بلسان الكابتن شوقي غريب، يعني ايه اللي مطلوب مني؟ ما انا مطلوب مني ان انا اكسب ثلاث نقاط. بس مش تكسب تاني وفي النهايه الله اعلم. شوف بالطريق، ما خد بالك كره القدم جدا. لا خليني انت بكملك بس النقطه دي. ماشي. من الممكن جدا زي ما كابتن فتحي قال في بدايه كلامه، قال لك ايه؟ قال لك ان ممكن الماتش الاول ده يعدي باي بكل الطرق، ولكن احتمال مع المباراه الثانيه ان كل الضغوطات زي ما انت بتقول اتشالت وعملت وخلت وبتاع، فبالتالي مستنين اداء افضل من كده بنفس الطريقه او بلاعبين. طيب انا هسالك سؤال يا اسلام. انا مش ضد المنتخب، بالعكس انا عايز المنتخب يادي، يعني احنا انا زعلان عشان هو الاداء مش عاجبني بصراحه. ممكن اقول خالص على الاطلاق ولا الروح في الملعب عجباني. انا بس هسالك سؤال، يعني احنا دلوقتي انا يعني انت النهارده راضي عن اداء منتخب مصر في الملعب؟ لا. راضي عن التاكتكس اللي بيلعب بيها منتخب مصر؟ يعني احنا انا في الملعب يعني بتفرج على المباراه عايز اشوف. طيب احنا اتكلمنا على حاجتين مهمين جدا قبل الماتش، قلنا الجماعيه والفرديه. النهارده فين الجماعيه في اداء منتخب مصر؟ حتى كمان الفرديه مش موجود، يعني واحد ضد واحد مش موجود. النهارده ممكن في بعض الاوقات المدير الفني يتغاضى عن الجماعيه كابتن في سبيل انه بيلعب على الكاونتر اتاك ويشتغل ويعتمد على المهارات الفرديه للعيبه اللي موجوده في الخط الامامي. ما شفناهاش برده النهارده. احنا النهارده بنشوف منتخب مصر كره من ال 18 بتتعلق كره طويله جدا بترتد على منتخب مصر تاني تتعمل هجمه. النهارده لو في لو منتخب مالي عنده لعيب بيعرف يسجل اهداف كانت المباراه اختلفت اختلاف كلي وجزئي. اضاعوا اكتر من فرصه الشوط الثاني منتخب الملك، كان اكثر استحواذا اضاعوا اكتر من فرصه. عندك مشكله كبيره جدا جدا في قلب الملعب، منتخب مالي بيستلم في قلب الملعب بشكل يعني كل واحد بيستلم ده اللي حضراتكم قلتوه قبل بدايه المباراه بالظبط. وكمان الكره لما بتتلعب على اطرافها كابتن بتمثل خطوره كبيره جدا على المنتخب المصري. ممكن نعذر المنتخب اسلام عشان ما نجيش عليه اكتر من كده، ولكن احنا محتاجين ان احنا نلعب يبقى عندنا شخصيه. يعني الشخصيه يا جماعه ان انا ابقى متحكم في رتم الاداء، ابقى مستحوذ لما احب ابني هجمه ابني هجمه. معلش جه عليك ايه؟ ما هو انت لو خلينا برضو نكون منصفين شويه، كل واحد من وجهه نظره طبعا، لكن انا في الاخر انا لازم اخد عكس وجهه نظرك. صح. ايه اللي جه علينا غير الكره بتاعت ابراهيم اللي هي الكره اللي جت في العارضه دي، والاول انقذها حارس مرمانا وبعد كده محمد صبحي؟ الانفراد اللي جه عليك، الانفراد برضو احمد بيكم ما وصلش للجون. انا ده مقصود هو لو استلام صح جول خلاص. لو وفي الدقيقه 93 صبحي طلع انقذ برضو واحده تانية خلاص. انت يعني انا عايز بس اقول حاجه يا اسلام. اتفضل. انت سجلت هدف عشان تحاول انك تحافظ على الهدف ده، مش انك ترجع ورا طول بقيه المباراه. يعني الفكر ده اعتقد انه يعني اتشال من كره القدم خلاص، ما بقاش موجود. انك تسجل هدف عشان تحافظ عليه ترجع كابتن دافع ب 10 لعيبه ورا خلاص والجول بتاعهم وتلعب الكره طويله وتستنى بقى هم يهاجموك. لا ما بقى طريقه اللعب دي ما بقتش موجوده، اصبحت منتهيه. انت لازم النهارده تفرض شخصيتك على فرقه مالي. سجلت الهدف لازم تكمل تلعب تستحوذ، يبقى ليك شكل هجومي، يبقى ليك شكل حتى دفاعي. انت النهارده متكتل دفاعيا ولكن غير منظم دفاعيا. هي دي المشكله بتاعت منتخب مصر النهارده. انا ممكن بلعب بتنظيم دفاعي لكن النهارده احنا متكتلين، عندنا 10
في نص ملعبنا، ولكن انفرادات كرات من على اطراف الملعب هم بيستلموها، هم اسرع منك في اوقات كتيره جدا. لو النهارده كانوا النهارده موفقين في بعض الاوقات او كان بيلعبوا كره اسرع من كده كان ممكن يسجلوا فيك اهداف. ولكن برضو انا عشان برضو يعني برضو ما نجرش على منتخب مصر، ممكن نقول ان دي مباراه استثنائيه زي ما كابتن فتحي قال، ممكن مباراه استثنائيه بالنسبه لهم، ولكن دي تاني مباراه على التوالي اشوفها بالطريقه دي يا كابتن. المباراه الوديه قلنا ممكن تكون مباراه وديه ومنتخب مصر بيجرب وفي تجارب، لكن مش ممكن يكون هو نفس الستايل ونفس الاداء، اعتقد هتبقى صعب. اتمنى ان شاء الله الاداء يتغير المباراه اللي جايه. سما التغييرات اللي اتعملت، خلينا ابدا باول تغيير ناصر ماهر، هل تفتكر ان ناصر ماهر وخروجه اثر بشكل سلبي؟ وعلى الرغم مثلا من عمار حمدي النهارده كان جيد في وسط الملعب. خلي بالك بس، عايز بس ارجع للنقطه بتاعت بلال، دايما في البطولات المجمعه اصعب مباراه هي مباراه الافتتاح. مظبوط، خاصه لما بتبقى انت بتلعب كمان البطوله على ملعبك. قلنا في عوامل قبل كده، المنتخب الاول على ملعبك بتخسر، بتخرج من الادوار دور ال 16، الشكل العام ما كانش كويس، ففي ضغوط ايضا على المنتخب الاولمبي. الفتره الجايه بقى تكمله الكلام بلال بقى، نطلع من مباراه النهارده بايه؟ الاهم في مباراه النهارده زي مباراه الافتتاح انك تاخد الثلاث نقاط، انك تكسب، تحطك اول المجموعه بتاعتك، تشتغل بقى على المباراه القادمه. في بقى النهارده الاداء الجماعي زي ما بلال بيقول ما كانش على افضل شكل، الاداء الجماعي المستوى الفردي لا انا اختلف مع بلال فيها. النهارده مهاره مصطفى محمد ما دي مهاره فرديه، كره لما بتتعلق من فتوح الاوفر مش نموذجي ولا مثالي، لا ده بالعكس سهل للحارس المرمى، سهل للمدافع. لا النهارده مهاره مصطفى محمد الجامبنج بتاعه انه يطلع ويرتقي فوق الراجل ويحطها، وكمان بيطلع مش بيلعبها، لا ده بيوجهها في زاويه، فدي برده مهاره فرديه. يعني بلال كان عايز يقول انت النهارده مفروض الضغط عليك اكبر الشوط الاولاني، الشوط الاولاني انت بالعكس كان شكلنا احسن، كان في استحواذ، كان في فرص، الاطراف اشتغلت بشكل كويس. الشوط الاولاني الشوط الاول كان فيه كرات عرضيه احرزت الهدف في الشوط الاول، فكنا نتمنى الشوط الثاني يبقى عندنا الثقه اكتر، الاستحواذ اكتر، لكن ده جه نتيجه تراجع اللعيبه. انت النهارده كسبان واحد على ملعبك مباراه الافتتاح، عايز تطلع بالهدف بتاعك، فالقلق والخوف بتاع اللعيبه جه شويه من التحفظ من هنا ان اللعيبه رجعت، والرجوع كان بدايه من الشوط الثاني، بدات اللعيبه ترجع، الاطراف تمركزت في النواحي الدفاعيه بشكل اكبر، فعشان كده ما كانش لينا خطوره طوال ال 45 دقيقه الشوط الثاني. لكن طلعت بمجمل المباراه بالفوز اللي انت كنت بتسعى له. ناصر ماهر طبعا تغيير اجباري في الدقيقه 14 في بدايه المباراه، على ما اعتقد يعني زي ما سمعنا او كتب ان ممكن يكون عنده خلع في الكتف، اصابه قويه، لسه هنشوف هل هيستكمل مشوار البطوله مع المنتخب ولا لا. نزل عمار حمدي، وعلى ما اعتقد عمار حمدي كمان خروج ناصر ماهر ونزول عمار حمدي فاد المنتخب. عمار حمدي لعيب سريع، لعيب بيعرف يضغط بسرعه في نص الملعب، لكن مش ده مركز عمار حمدي. خلينا نتفق ان عمار حمدي عشان تاخد منه خطوره كويسه لازم تلعبه على الاطراف، الحتت اللي فيها مساحات، لما كان بياخد الكوره وبيخترق بسرعه بسرعته وشفناها كذا مره كان بيعمل خطوره عمار حمدي في الشوط الاول لما عدى بالراجل وعملها بالعرض الكوره الثانيه اللي خدها في الشوط الثاني، لكن مش هو ده مركز عمار حمدي ان هو يبقى في نص الملعب جنب اكرم توفيق. انت بتفقده قوته او خطورته اللي انت عايز تستغلها في النواحي الهجوميه، فانت النهارده في النواحي الدفاعيه انت بتفقد خطوره عمار حمدي، لكن عمار حمدي كمجمل ادى الدور المطلوب منه في حدود الامكانيات او في حدود المركز اللي لعب فيه. تغيير عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد، واحنا قاعدين بنتفرج قلنا صلاح محسن يخرج وينزل لعيب نص ملعب يقدر يحافظ لك على الكوره شويه ويعمل التوازن في نص الملعب ويعمل لك عمليه السيطره واستحواذ على الكره اللي احنا يعني مش قادرين نمسكها الشوط الثاني. باصابه مصطفى محمد وعلى ما اعتقد طلع للجهاز قال لهم يعني عندي اجهاد في السمانه او شد في السمانه، فالكابتن شوقي غريب راح حاطط صلاح محسن هو المهاجم ونزل عبد الرحمن مجدي عشان يملى بيه نص الملعب، وبدا برضو يشتغل على الكرات الطويله السرعات بتاع صلاح محسن. هي دي التغييرات اللي عملها الكابتن شوقي، على ما اعتقد ما كانش في تغييره ثالثه للمنتخب، حافظ اكتر. الشوط الثاني ما ظهرناش احنا بالشكل المطلوب، اللعيبه زي ما بقول لك تحفظت بشكل دفاعي، الباكين اللي كانوا في الشوط الاول قاموا بشكل يعني هجومي افضل من الشوط الثاني كانوا بيزيدوا، شفنا في كرات كتير عراقي بيروح ناحيه اليمين ويعمل كره عرضيه، شفنا فتوح بيروح ناحيه الشمال ويكمل في الكرات العرضيه. الشوط الثاني يعني رجعنا
ان اللعيبه عايزه تحافظ على المكسب كابتن فتحي، وده طبيعي. النهارده انت في اول مباراه، وقلنا اول مباراه هي عنق الزجاجه، هي عنق الزجاجه بالظبط. انت كسبت تديك دفعه بنسبه كبيره، ممكن توصل خلاص قبل النهائي، لا قدر الله حصل حاجه تبدا بقى ثقه اللعيبه تبدا يحصل عندك مشاكل، وكمان المكسب هيجيب لك الجمهور المباراه الجايه ان شاء الله. يعني انت المباراه الجايه النهارده التواجد الجماهير او عدد الجماهير مش كبير، خاصه ان البطوله على ملعبك او المباراه تفتح على ملعبك، المكسب ممكن يجيب لك الجمهور المباراه الجايه ويخلي الناس تلتف اكتر حوالين المنتخب الاولمبي. كابتن فتحي تفتكر ان يعني من الواضح جدا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كلها يعني متضايقه شويه من اداء منتخبنا الوطني، او ناس كتير يعني مش كل الناس، لكن في ناس متضايقه وفي ناس بتقول الحمد لله ان احنا كسبنا 3 نقاط، ولكن حاله الضيق والزعل او الضيق اللي عند بعض الناس من الممكن انها تكون بسبب ان احنا ما حدث في بطوله كاس الامم الافريقيه للكبار، بمعنى ان المنتخب لعب الماتش الاولاني وتقريبا كان نفس او شكل نفس شكل الاداء ده، فالكل قال لك ايه؟ قال لك اصله ماشي هنعديها بس عشان الماتش الاولاني كان اداء يعني يمكن اقل شويه كمان من الماتش الاولاني في المباراه الثانيه وعدت. المهم عدت عدت لغايه لما وصلت لدور ال 16 واتغلبت من جنوب افريقيا مقابل لا شيء وخرجت من البطوله، وبالتالي كان هناك احباط لكل الجمهور المصري في ذلك الوقت. هل من الممكن ان يكون التفكير زي كده دلوقتي؟ هو ممكن احساس الجمهور. استاذ ساجد هو انت متاكد كلامي اهو صح كده؟ لا انا بس انا شايف ان متاكد كلامي شايف ان الاداء في الاخر مش هيوصلك للهدف اللي انت عايزه. انا بحاول ان انا اقول ان اصل انا شايف انت وكابتن فتحي احنا متضايقين بصراحه، احنا متضايقين، لكن في النهايه ايه حتى كمان على كل مواقع التواصل الاجتماعي الناس على الاقل كرؤيه اولى يعني الناس متضايقه، فانا بحاول اربط يعني الفرق بين الفنيين وغير الفنيين. يعني احنا فنيين، في لعيبه كوره وفي فنيين فاهمين ايه اللي ممكن يدور وايه اللي ممكن داير وممكن اللي حدث. رد على الكلام ده احنا كان كلنا او ترتيبنا لما قلنا شفنا شكل الفرقه واسلوب اللعب وقلنا طريقه اللعب وقلنا الكلام ده كده، اذا دي عشان يستحوذ على الكوره. ايوه الكلام مش عشان ما يبقاش الكلام في المطلق. هما فرقه مالي مستحوذه 58%، مصر 42%، اذا جزء من الخطه الموضوعه لم تتحقق. ان انت نازل بطريقه لعبه معينه، طريقه اللعب انك ملاعب 4 في النص، لاعب قدامهم 2، ملاعب 1 3 ورا عشان تملى نص الملعب عشان الاستحواذ واللعب الجماعي. هل تحقق؟ لا ما تحققش، بدليل ان هم 58 واحنا 42. اذا ده لم يتحقق. اذا هو يراجع نفسه كابتن شوقي ليه ما تحققش؟ لان ده لو تحقق هو ده اللي ممكن يكسبنا ويخلي شكلنا حلو. يعني المشاهد العادي بيقول احنا وحشين، بس احنا لازم نقول احنا وحشين ليه؟ وحشين ليه برقم مش بكلام. اما تجيلي 6 ضربات ركنيه لمنتخب مصر ومفيش ولا واحده تروح ناحيه الجول، برضو دي يعني نقطه. وملاحظ كمان، انا مش نقد بس احنا بنقول وجهه نظر، ما يكون عندي لعيب زي رمضان صبحي. رمضان صبحي ده عنده القدره لاحراز الاهداف، عنده القدره للمراوغه، وعنده القدره لصناعه الاهداف. ما خلوش يلعب الضربه الثابته، ما خلوش يرفع عليه الضربات الركنيه، هو عمال يرفع ضربات ركنيه، يرفعها لمين؟ ما انت اللي المفروض رمضان انت تسيب اي لاعب من الاقصر طولا، انت طويل، واللي اقل مهاره اقل قوه اقل اداء. ويمكن رمضان اللي انا شايفه الفايت سبيرت او روح القتاليه عنده في الماتش ده ما شاء الله طول الماتش يعني بما يرضي الله، هو وكريم العراقي لكن اذا في الحاله دي مفروض هذا اللاعب ما خلوهوش يلعب ضربات ثابته، يبقى واحد تاني اللي يلعب ضربات ثابته. انا عندي 6 ضربات ركنيه، على الاقل ال6 ضربات ركنيه دي استفيد منها واحده ولا 2 يروح ناحيه الجول، اشوف حاجه بتتعمل ممكن يجي منها جول. فطبعا احنا ما شفناش في الضربات الركنيه حاجه. دي يعني الارقام هي اللي بتقول لي، مش انا اللي بقول، او بنحلل الارقام اللي قدامنا. اما الاقي نسبه الوصول للمرمى، هم يوصلوا 12 مره احنا مثلا وصلنا 10 مرات، بس هم من ال 12 عندهم 5 مؤثرين، احنا عندنا واحده او الاثنين مؤثره، يبقى اذا النسبه قليله. هل الحارس بتاعهم شال جوال غير الجول اللي دخل فيه؟
يعني بشوطه او بفاول او بضربه راس او بلعبه او بدبل بقى او انتو ما شالش. اذا اللعبه الوحيده اللي راحت له جت جول اللي هي اتلعبت صح من لاعب متميز واوفر اتلعب. لا وكانت خطا دفاعي رقابه كابتن يعني خلي بالك اللي كان بيراقبه كان الباك ليفت. هي كمان اللعبه الوحيده في المباراه الهجمه يعني اللعبه الوحيده في المباراه اللي كان فيها خطوره لمنتخب مصر هي الهدف. وزي ما بقول لك هي مهاره فرديه يعني اختلف مع بلال عشان قال ما شفناش ولا يعني مهاره فرديه ولا شغل جماعي لا مهاره فرديه مصطفى حمد وهو دايما مميز بيها. وقلنا هنا دايما الكرات العرضيه لو الباكين اشتغلوا عماله تقول لك ايه يعني البعض بيرى كابتن فتحي ان مثلا ايه من مصطفى الشوط الثاني او بقيه المباراه ما كانش واضح. ولكن انا كراس حرب المطلوب مني ايه في مثل الطريقه او بشكل الطريقه اللي احنا كلمنا فيها كلنا الشوط الاولاني وكل حضراتكم اتكلمتوا بالشكل ده قلتوا ايه؟ قلتوا ان لازم الاثنين يخشوا جوه ويجي اللي يقطع من وراه عشان يعمل اوفرات لمين؟ مصطفى محمد. مصطفى ما جالوش كور. طول ما مصطفى محمد ما بتجلوش اوفرات هيفضل مصطفى محمد مش باين. الكره الوحيده اللي جات له ده تميز ليه الحقيقه مش ضده. يعني انا شايف ان ده تميز لمصطفى فتحي. الكره الوحيده اللي جت وسجل منها الهدف وهي هدف المباراه. اذا لما احنا بنشوف الشكل ده علينا ان احنا بنقول الاداء ده بنقول علينا سواء في وصولنا للمرمى يعني هم ضيعوا قد ايه؟ الكره اللي اول حاجه اللي الحارس صدها. الحارس صدها وجت في العارضه بعد كده اللي هي المزدوجه يعني. العارضه دي تعتبر فرصه ثانيه. يعني العارضه فرصه. او نقول القايم. تمام. القايم والعارضه مع بعض. زائد الفرصة اللي هي من الحارس، زائد الفرصة للاعب مهاجم اللي جري ولو مهاجم صح ما بلمهاش على المدافع بيجي له في وش المدافع عشان إذا نسبة الفرص اللي هم وصلوا بيها إذا كانت 12 مرة نسبة الخطورة عندهم 5 إحنا وصلنا 10 نسبة الخطورة 2 ما فيش جبنا منهم واحدة جول. إذا هنا تبان الأداء بتاعنا كل الشغل ده بنلعب ليه عشان نجيب جول؟ طب ما جبناش جول يبقى احنا ما عملناش حاجه. ايوه. فاحنا اللعبه الوحيده اللي احنا قلنا فكرنا فيها لابد من الاوفرات العرضيه والكروسات العرضيه اللي ممكن طريقه اللعب دي بتقول هنجيب منها جوال. اتعملت مره واحده والمره واحده جه منها جول. انا ما شفتش مصطفى اترفع له 3-4 كور. يعني ما يعني شفته يعني كنا في الماتش ولا كابتن اتعملنا ثرو باسز خالص من نص ملعب. وبعدين لما نكون احنا مضغوطين ما فيش السرول السرعات في المساحه الخاليه ما اتعملتش غير بالونات متشعلقه في الهواء انها تتلعب. طبعا اللي بتاخد وقت كتير قوي البالونه اللي بتاخد كتير وخصوصا كور البالونات هم اطول عبر خطأ كل حاجه لا وحتى بتاخد وقت اطول في الهواء فبتدي فرصه للمدافع يروح يحضر نفسه. يا كابتن فتحي بدايه التشكيل لما احنا كنا بنتكلم على حته نص الملعب وقلنا اكرم توفيق لوحده دي منطقه بناء الهجمه من تحت انت عندك ما انت كل منطقه بتحضر فيها الهجمه عشان تطلع وتكسب مساحه لقدام. المنطقه الخلفيه انت عندك فيها زياده قلنا فيها عبد السلام وبيكام وفيها اسامه جلال. طب المنطقه اللي بعد كده اللي هتبني فيها ما فيهاش غير اكرم توفيق لوحده. بنتكلم على عمار. عمار مش 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 مكانه هو قلب الملعب. عمار عشان تستفيد منه ويبقى له خطوره لازم اختراقات بيروح يمين او شمال او شمال بالسرعات بيستغل السرعات. قلت لك ان ناصر ماهر غيابه او اصابته ان شاء الله يرجع بالسلامه وهنقول لحضراتكم دلوقتي اخباره ايه. لكن هل غيابه او اصابته اثره بشكل سلبي؟ يبقى اذا من الواضح انها اثرت بشكل سلبي. وناصر ماهر برضه خلي بالك ناصر ماهر مش المنطقه بتاعت بناء الهجمه اللي يلعب جنب اكرم توفيق. انت عايز واحد يعني بمواصفات يبقى عنده النواحي الدفاعيه كويسه وفي نفس الوقت يقدر يشتغل ويبني الهجمه من هنا. ولا في ناصر ماهر ولا في عمار حمدي. عمار حمدي لو انت عايز تستفيد منه تستفيد منه لاعب طرف يمين او شمال تستغله في الصعود. ناصر ماهر في الحته الاماميه اللي بيربط ما بين الخطوط وبعضها لما بيفقد الكوره مثلا ناصر ماهر ويبدا يعمل الحته الدفاعيه هتلاقي مش 100% زي اكرم. عشان كده طول الشوط الثاني او معظم وقت المباراه بتلاقي فيه استحواذ لفريق مالي. ما هو بتلاقي الشكل افضل على المستوى الجماعي بتاعهم ان عندهم الخطوط متقاربه اللعيبه بتقرب من بعض تقدر تمسك الكره في نص الملعب او على الاطراف. فهي دي النقطه اللي اتمنى كابتن شوقي غريبه يبدا يعالجها. طيب. خاصه وظهرت بشكل كبير في مباراه النهارده. كابتن بلال الثلاثي اللي ورا الكلام اللي كابتن اسامه بيقوله ده كلام كويس جدا لكن ما هو خد حد من نص الملعب
من المفترض يعني لو بتلعب اربعه ورا غير لما هتلعب ثلاثه اكيد، فخد حد من وسط او تلعب خمسه، لان احنا بالطريقه اللي احنا بنلعب بيها بنلعب خمسه صح. هو خد حد من وسط الملعب حطه ورا وحط مكانه واحد زي عمار او ناصر انت فاهم، وبالتالي خلى اكرم توفيق لوحده. بس هل انت شايف الطريقه دي مناسبه ولا لا؟ لانه غير يلعب باربعه ورا يعني أربعة ثلاثة ثلاثة مثلا والله انا شايف ان الطريقه دي انسب يا اسلام، اللي هو 3 4 3 لا 4 3 3 او 4 3 يعني 4 ورا 2 1 بالظبط 4 ورا، هيبقى في عندك شويه التزام بس يعني هيبقى التزام، التزام هيبقى في التزام كابتن مساحه بالك. بص يا كابتن انا لما انت قلت حاجه كويسه برضو بالمناسبه صح. في اطار الكلام اللي بتتكلمه، ما هو ممكن احمد بيكم يزق لنص الملعب صح. شويه يبقى هو الثاني اللي جنب صح. اكرم توفيق صح. لو انت محتاج صح. حد يعني يكمل. اثنين اللي هم لا بالزبط. اثنين اللي هم ميدفيلدرز ميدفيلدرز انت تمام. اربعه قللت من اللي ورا شويه بدل خمسه بقيت اربعه وبالتالي انت لازم تحط اثنين قدامهم تقال يعني في الديفندر ده مكانه اصلا يعني اساس احمد ميكا هو مكانه حته الاوف ديفندر دي جنب اكرم توفيق، لكن تم توظيفه في دجله المدير الفني رجعه مساك عشان كورته حلوه ان بيعتمد على بناء الهجمه وتحضير الهجمه، فهو شاف في المصاد دي فعشان كده وظفه المدرب اليوناني بتاع دجله في المكان ده. شوف على كلامك يا اسلام كمان ان انت لما بتعمل طريقه لعب زي كده 3 4 3 من المفترض او من الطبيعي ان لعيبه نص ملعب هي اللي تبتدي تقطع الكوره كابتن. النهارده ما الكوره ما بتقطعش من فرقه مالي غير من الثلاثه اللي ورا. يعني النهارده عشان تقدر تشتغل على الطريقه دي بشكل كويس يا كابتن، لو شفت المباراه تاني ورجعنا للماتش هتلاقي كل الكرات اللي بتتقطع من منتخب مالي بتتقطع عن في الخط الخلفي اللي هم الثلاثه اللي ورا، واحد ضد واحد تتقطع الكره توصل طويله شويه، عدم كنترول على الكره، كره تتلعب كره عرضيه والديفنس تطلعها بشكل كويس. فالنهارده انا مش مستفيد من حته ان انا احط اربعه في نص ملعب يا كابتن النهارده، مالهمش دور دفاعي، لان مالهمش دور دفاعي خالص الاربعه نفسهم، مالهمش دور دفاعي، ما عنديش حته ان انا اقطع واتحول لهجمه مرتده سريعه استغل الثلاثه اللي موجودين قدام او استغل المهارات بتاعتهم. اذا انا عندي مشكله في نص ملعب حقيقيه، يعني لما بحط زياده عاديه في نص ملعب مش بس عشان استحوذ فقط لا غير، انا كمان عشان ابتدي اعطل الهجمه بالظبط او حائط صد بالظبط للثلاثي الخلفي، ويبتدي من تعطيله اللعب ابتدي انقل الهجمه بتاعتي، ابتدي اعمل هجمه سريعه، خاصه ان انا عندي ثلاثه قدام عندهم المهاره وعندهم القوه وعندهم السرعه وهكون قريب منهم بالظبط، التمرير هتبقى قريب من الجول وهتبقى قريب من الجول بتاع الفريق الخصم الثاني. النهارده تقريبا بنسبه 10% الكره اتقطعت من او منتخب مصر قطع الكره في نص ملعبنا، ما عدا ذلك كل الكرات اللي راحت لمنتخب مالي اتقطعت من الخط الخلفي يا اسلام، سواء اذا كانت مثلا طلعت كورنر او طلعت اوت لمنتخب مالي او الديفنس بتاعنا اتعامل معاها اسامة جلال ومحمد عبد السلام واحمد بيكا. فالنهارده انت غير مستفيد في حته ان انت ترجع واحد يا كابتن وتلعب باربعه في الخط الخلفي، انا شايف ان دي هتعمل زي ما كابتن فتحي قال، هتعمل التزام وهتعمل التزام كمان للعيبه، هيبقى عندك لعيبه ملتزمه، هيبقى عندك كمان هم بيشتغلوا، خد بالك تغيير نمط اللعب وتغيير نمط الاداء يا اسلام من نادي المنتخب موضوع مختلف تماما، انت بتدي معايير وبتدي ميشنز مختلفه تماما عن اللي انت بتشتغل عليها طول الموسم. فوضحت يا كابتن النهارده ان اللعيبه في حاله توهان في الملعب، كل واحد مش عارف مكانه. تخيل النهارده انا بلعب خمسه ومع ذلك الخط الخلفي عندي بيتضرب كل شويه، كرات كل الكرات اللي اتلعبت من ناحيه الشمال بيروح الباك ليفت لوحده، وبرغم ان انا شايف ان الباكين بتوع مالي هم اضعف اثنين في فرقه مالي، باك رايت والباك ليفت. الباك رايت ممكن يكون كورته حلوه لكن دفاعين قليل جدا، الباك ليفت برضه دفاعين قليل جدا، ولكن كل كوره بيخترقوا عن طريق الاثنين الباكين يا كابتن، فهم بيقدروا يوصلوا بشكل كويس بشكل متميز من ورا الاربعه بتوع نص ملعب بتاعنا. فانت قادر تستفيد من حته لعيبه نص ملعب في الناحيه الدفاعيه، ولا كمان قادر تستفيد منها من الناحيه الهجوميه، فبالتالي انك ترجع لطريقه اللعب الطبيعيه هو ده الاوقع في المباريات اللي جايه. الفرقه الثانيه يا اسلام ممكن تكون اسرع بكتير من مالي في الاداء، النهارده برضو منتخب مالي يا كابتن بيلعب كره مش سريعه قوي، ما عندوش سرعه في الاداء، حتى حته التحول كمان مش موجوده، بيلعب كره من رجل لرجل من رجل لرجل، بيحاول يلعب كره اللي هو الاندايركت اتاك يعني بيسموها، اللي هو الباس والاستحواذ وانك عايز تخترق وتلعب وتعتمد على المهارات الفرديه للعيبه. ولكن في بعض الفرق اللي هتواجهها ممكن هتلاقي سرعات اعلى من كده بكتير، وهتلاقي مهارات اعلى من كده بكتير. فرقه مالي النهارده هينقصها حته الفينشنج، ما بيعرفوش يفنشوا، الكرات العرضيه ما بتستغلش بشكل جيد، انت كمان عندك حائط صد جيد في الخط الخلفي. النهارده اسامه ومحمد عبد السلام وبيكم النهارده كانوا متميزين يا كابتن في حته، باستثناء بس هي الكره اللي راحت الانفراد اللي تم اختراقه يعني. فعايز اقول انك لما ترجع للطريقه الطبيعيه بتاعتك اعتقد ان منتخب مصر هيبقى شكله افضل. كابتن فتحي اخيرا لو حابب تقول حاجه للمنتخب او لو حابب تقول ماذا بعد،
خلال المباراه القادمه. شوف ماذا بقى، احنا كلنا اللي بنتكلمه هنا الهدف بتاعنا منتخب مصر طبعا طبعا، دي اول حاجه. نمره 2 طبعا اللي بيسوق دلوقتي الكابتن شوقي، مظبوط، هو اللي احنا بندي افكار، بس هل الافكار دي اجبار ان هو هيغير؟ مش هيغير، اكيد هو عنده فكر، وعنده ليه اللعيب ده ما لعبش، وعنده اللعيب ده اللي لعب، ليه هبدا هنا او ما ابداش هنا، لكن هو هيحس ان في خلل، واحنا بنقول ان في خلل. الخلل انت بتحط اهداف، بتحط طريقه لعب، وبتقول طريقه اللعب دي عشان تتحقق هتديني نتيجتها 1 2 3 4. فلما بلاقي 1 2 3 4 دي ما بتحققش، يبقى زين الطريقه غلط، يبقى لازم اراجع نفسي. يعني احنا ادينا مثلا، طب وهل ممكن أربعة في النص. السؤال بعزه يا حسام، ممكن نغير الطريقه النهارده؟ هو مثبت الطريقه بقاله سنه ونص مثلا، صعب خلال يومين ممكن يغير الطريقه؟ من الصعب هيقدر يغير بقى، بس هو يشوف السلبيات اللي حصلت ايه، مهام اللعيبه داخل الطريق ما بينفذوهاش. اربعه في النص بالظبط كده يا كابتن، خلي بال حضرتك، انا اسف. لكن هي القصه كلها في ايه؟ ان هو ان اللعيبه، هو اكيد الكابتن كابتن شوقي مديهم واجبات معينه، سواء هجوميه او دفاعيه. من الممكن جدا ان لا يكون النهارده مش من الايام الكويسه للاعبين، ممكن يوم الاثنين تبقى من الايام بس الكويسه، بس مش كل اللعيبه يعني، ممكن يبقى لاعب ولا اثنين، لكن ما الاقيش اللعيبه كلها. احنا بنحاول يا كابتن نعمل ايه؟ لا خلاص يا كابتن، يوم الاثنين عشان نخاطر بقى. طب لا لا، احنا نلتمس العذر برضه للناس. احنا بنقول كده، لكن انا بحط حاجه وبقول عشان، يعني ما بقولهاش انا بحط اربعه في وسط الملعب. ليه بحط اربعه؟ نمره واحد الاستحواذ، نمره اثنين قريبين من بعض مش هتضيع، دفاع دفاع مش هما اللي احنا يبقى اذا الدور الدفاعي للاربعه مفقود، عشان كده هم بيوصلوا. طيب والدور الهجومي للاربعه مفقود، عشان احنا ما وصلناش للجول، سواء الاثنين اللي قدام اللي قدامنا ما وصلناش. اذا لازم يدور على الخلل في اللعيبه، في واجبات المراكز اللي هو اداها لهم. كابتن بلال ماذا بعد؟ انا بس عايز اقول نقطه، يعني ممكن لعيب واحد يا اسلام يتم تبديله او اصابته يغير، يخلي المدرب او يجبره يغير في طريقه اللعب، هي مش ستاندرد، تبقى الافضل وتبقى الافضل بجد. يعني انا النهارده يا كابتن، انا ما هو انا لازم ابقى فاهم، انا ببني خطتي وبعمل فكر بناء على امكانيات اللعيبه اللي قدامي، ولا انا بحط الفكر ده وهم لازم ينفذوه؟ قد يجوز في بعض الاحيان ان اللعيبه ما تقدرش تنفذ، ما تقدرش تطبق يا كابتن اللي انا عايزه، فبالتالي لازم ارجع لامكانيات اللعيبه اللي موجوده عندي. فانا شايف ماذا بعد؟ ان كابتن غريب يراجع الماتشات، لان انا سمعت تصريح كده من شويه وهو بيقول ان احنا ادينا مباراه النهارده جيده ومنتخب مصر كويس، فطبعا اعتقد ان ده حاجه مهدئه للناس، مهدئه للناس كده. فانا اعتقد ان كابتن غريب لو رجع للمباراه مره ثانيه ممكن يغير من فكره، وده وارد انك تغير من فكرك اثناء، مش عيب، وعادي، مش هتضر، ما اعتقدش ان هي هتضر بالمنتخب ولا هتقلل من شخصيه كابتن شاوي ولا من فكره في حاجه. اسامه ماذا بعد برضه؟ خلاص انت دلوقتي كسبت اول مباراه، عندك ماتشين محتاج تكسب مباراه فيهم عشان تضمن الوصول لل سيمي فاينل، الدور قبل النهائي، وما تستناش المباراه الثالثه، لازم تحسمها من المباراه اللي جايه، خاصه انت بتتكلم دلوقتي عندك سبت وحد راحه اللعيبه، وهتدخل يوم الاثنين، فبرضه هل رياقه اللعيبه واحنا مش متعودين واللعيبه بتاعتنا انها تلعب ماتشات بالريتم العالي والكلام ده كله بعد يومين، فمحتاج برضه عمليه استشفاء سريعه بسرعه عشان ترجع اللعيبه اليوم الاثنين، هتكون مباراه اهم كمان، على ما اعتقد مباراه غانا القادمه اهم كمان من مباراه مالي. التطوير خلال المباراه الجايه يكون على المستوى الجماعي للفريق، النهارده مستوى الجماعي للفريق بشكل عام ما عجبنيش، زي ما بقول لك هي مهاره فرديه هي اللي حسمت المباراه، وهي لقطه واحده اللي حسمت او خلصت المباراه. فالتطوير الجماعي النهارده واداء الفريق، اتمنى يعني الكابتن شوقي يتكلم ويبقى في توظيف افضل للعيبه، على ما اعتقد هيبقى صعب انك تغير طريقه اللعب. انت بقالك سنه ونص شغال بطريقه واحده هتحفظ اللعيبه بيها، خلال 48 ساعه انك تغير طريقه اللعب وترجع طريقه لعب ممكن شغالين احنا باب الدوري، يعني ممكن هتبقى صعبه على كابتن شوقي او على اللعيبه. فعلى ما اعتقد هو هيثبت اسلوب اللعب ده، لكن توظيف اللعيبه واحد زي عمار حمدي زي ناصر ماهر ما ينفعش جنب اكرم توفيق، لازم لاعب تاني بمواصفات تانيه تقدر النهارده يبقى عندك منطقه تحضير في نص الملعب تستفيد بيها في النواحي الدفاعيه وتستفيد بيها في النواحي الهجوميه، عشان ما تبقاش الكوره النهارده الكوره اسامه جلال واخد الكوره ماسك الكوره طويله لرمضان صبحي، او عبد السلام لمصطفى محمد، او بيكهام لصلاح محسن، ما عندكش منطقه نص الملعب، الكوره ما كانتش بتعدي في نص الملعب النهارده،
رايق من ورا لقدام ومن قدام لورا. فاحنا اتمنى يعني المباراه اللي جايه يبقى الشكل افضل وبرضه يبقى نقدر ناخد الثلاث نقاط. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اشكرك جدا يا كابتن فتحي، كل التوفيق لك للمنتخب الوطني الاولمبي خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا يا كابتن بلال. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. انا بشكر حضراتكم، بس هي حاجه اخيره جدا، كل ما قيل او كل ما يقال، لان احنا كنا موجودين برضه في كاس الامم الافريقيه للكبار، وبالتالي نفس المباراه دي احنا شفناها في اول مباراه. صح. فبالتالي الناس خايفه ان لا قدر الله، لا قدر الله المباريات القادمه تبقى زي المباريات السابقه في بطوله كاس الامم الافريقيه للكبار. عشان كده احنا بنحاول من دلوقتي كل واحد، الكابتن فتحي طبعا استاذنا وكبرنا وشيخنا، دايما بيقول لنا الطريقه تمشي ازاي واحنا بنتكلم في هذه الامور، ولكن كل واحد، الكابتن بلال، الكابتن اسامه، كل واحد فينا في كباتننا اللي موجودين الكبار بيقول دايما وجهه نظره، ولكن يعني عشان المباراه اللي جايه ما تبقاش زي المباراه الثانيه لمنتخبنا الوطني الكبير. كل الامنيات الطيبه ان شاء الله للمنتخب الاولمبي ان يفوز في مباراه غانا القادمه ويريحنا حتى لو بجزء قليل. انا بشكر حضراتكم كابتن فتحي، كابتن بلال، كابتن اسامه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح لارقام واحصاءات الخاصه بهذه المباراه مع دكتور احمد سيد.